تعتبر مهنة السراجة مهنة عراقية قديمة متوارثة أجيال أبا عن جد، وإحنا هنا يعني السراجة يعني نصنع الشغلات الفلكلورية بها التراث القديم العراقي مثل الأحزمة أو شغلات التحفيات التعليق، ميداليات، جزادين نسائية ومحافظ رجالية، وأكو إنه اكو شغلات يعني نشتغلها بالايد، واكو شغلات هسه بالتطور دخلت على المصلحه، تطورات جديده اجهزه مثل الليزر، طبع الصور على القطع الجلديه، انتاج محلي وبيع محلي على العالم يعني للعالم، وهنا كل الشغلات عراقيه. صناعه الجلود يعني داخلين بها زمن يعني وارثي ابا عن جد، وشغلاتنا كلها على التراث العراقي، وشاركنا مؤتمرات معارض، معرض دبي، معرض اربيل، معرض بمصر كجلود وش اسمه العمل العراقي، الصناعه العراقيه، وعندنا يعني حرفيين، ناس حرفيين وناس نشتغل يعني بنينا وكادحين، فنريد احنا تطور المعامل والصناعه العراقيه، ما يظل يعني البلد هيك بس استيراد من الصين وما يعني الدول المجاوره وهذا، احنا نريد نهتم بالصناعه العراقيه وخاصه صناعه الجلود.